تحية طيبة من الرشيد، أهلا بكم مشاهدينا إلى الساعة الأخيرة والبداية من أبرز العناوين. الحكومة العراقية ترسل تعزيزات عسكرية إلى قاعدة الحبانية. العراق يلجأ إلى التسليح عن طريق الدفع بالآجل. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، معنا نرحب بضيوف الحلقه، معنا الشيخ احمد عبد الله الدليمي احد شيوخ الانبار وشيخ عشيره البوبال الشاميه، وكذلك معنا الدكتوره هدى البهادلي عضو ائتلاف المواطن، وينضم معنا عبر الاقمار الصناعيه الخبير القانوني علي التبر لاحقا ينضم. الحج الشعبي بات امره محسوم بشان مشاركته في عمليات تحرير الانبار، كما ان قطاعاته بدات بالتجمع والتمركز لشن هجوم واستعاده المناطق الواقعه تحت سيطره داعش. هذا الامر جاء بدعم امريكي مشروط بان تكون قوات الحشد تحت مظله القوات العراقيه. حررت القوات الأمنية مسنودة بالحج الشعبي منطقة جوبا التابعة لناحية البغدادي غربي الأنبار، كما حررت منطقة السكك التابعة لناحية البغدادي غربي الأنبار، وأصبح الطريق الرابط بين قاعدة عين الأسد وقضاء حديثة مؤمنا وتحت سيطرة القوات الأمنية والحج الشعبي، فيما يستعد الحج لشن هجوما واسعا لاستعادة مناطق الرمادي من داعش، في الوقت الذي يتمركز داعش على محيط مدينة أبو غريب وهي الضاحية الغربية للعاصمة بغداد. يواصل الحج الشعبي والقوات العراقية لوقف زحف التنظيم إلى قاعدة الحبانية بعد سيطرته على الرمادي. وقال مصدر عسكري عراقي أن 8 جنود عراقيين قتلوا و14 آخرين أصيبوا يوم الثلاثاء الماضي في تفجير عربتين مفخختين يقودهما انتحاريين شرقي الفلوجة. المصدر عسكري أوضح أن التفجير الأول وقع عند نقطة تفتيش التحدي بمنطقة الحصوة شرقي الفلوجة، واستهدف التفجير الثاني ثكنة للجيش العراقي بدائرة الجمارك التي اتخذها الجيش مقرا له بالقرب من سجن أبو غريب بمحيط بغداد. وبين المصدر أن تنظيم داعش كان قد سيطر على كافة منطقة المعامل الممتدة من مدخل الفلوجة الشرقي وصولا إلى المصنع العراقي بمحيط أبو غريب ونشر مقاتليه بمحيط قضاء أبو غريب. وتواصل بغداد إرسال تعزيزات عسكرية لقاعدة الحبانية في شرق الرمادي، وأكد شهود وضباط بالجيش أن رتلا من 3000 من قوات الحج الشعبي تجمعوا بالقاعدة لمواجهة مسلحي داعش الذين تقدموا بعربات مدرعة من مركز مدينة الرمادي صوب القاعدة. سيادة الشيخ، بالنسبة لموضوع التأييد الأمريكي للحج الشعبي في المشاركة في عملية تحرير الأنبار اليوم، هل يعني هذا رجع بنا جسور الثقة من جديد، خصوصا هناك كان موقفا معارض أو تخوف وعدم ثقة في مشاركة الحج الشعبي في هذه المعارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. شكرا لك ست مروة ولقناتكم الكريمة ولجميع العاملين عليها لإيصال الصوت والحقيقة. بالنسبة للحشد الشعبي، هو مؤسسة تابعة إلى مجلس الوزراء، مؤسسة بها موافقة رسمية، يعني هذه مماطلة واشنطن، مماطلة الأمريكان، يدخل الحشد الشعبي ما يدخل الحشد الشعبي، مرات يخلوها شماعة أنه السياسيين ما رايدين، مرات يخلوها كذا. لا يا ست العزيزة، احنا بجميع شيوخ عشائر الأنبار، وأكرر هذا الكلام دائما على الفضائيات، نحن لدينا لدى العراق أعلى سلطة هو القائد العام للقوات المسلحة، هو المسؤول عن جميع القطاعات من الدفاع والداخلية والمؤسسات الأخرى والهيئات الأخرى كالحج الشعبي وغيره. احنا قلنا له لدولة رئيس الوزراء، قلنا له هذا توقيعنا من السياسيين والحكومة المحلية وجميع الشيوخ العشائر والقادة، نحن شيوخ عشائر وقادة معارك في الأنبار، احنا موافقين على دخول الحج الشعبي، لأن الحج الشعبي هم أبنائنا وهم مؤسسة منتظمة لديها سلاح فتاك قادر على مجابهة هذا العدو المجرم. أما أمريكا بعد أن عرفت نفسها أوراقها خسرانة
مو دائما كل ما تقول امريكا هو الصح، لا، اوراقها خسرانه وعرفت بان الحشد الشعبي هو مع القوات طيب المسلحه القادر على صد هؤلاء. ذكرت انه باوراق رسميه الحشد الشعبي تابع للحكومه او الامر القائد العام للقوات المسلحه. نعم. اليوم لماذا هذا الطلب او التلويح بشان الجانب الامريكي بالنسبه ان يكون تحت مظله القوات العراقيه، وهم سابقا لديهم علم بان تم الاعتراف بهم بشكل رسمي تابعين للقائد العام للقوات المسلحه تحت امرته؟ فقط مماطله، أنا مسؤول عن كلامي. نعم. إذا أقعد قبال أوباما أنا أقول هذا الكلام. أمريكا ما تيد للعراق أن يهدأ، أمريكا هي اللي تيد داعش يتمدد بال 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 بالعراق والمنطقة المحافظات الأخرى، لأن هي تعرف جيد جدا بالعراق ما تمشي منظمة بكيفها هيشي عبطا. الحشد الشعبي هيئة متكونة من عناصرها ومقاتليها هم أبنائنا، هم ولدنا. انا شيخ عشيره، عندي نص عشيرتي شيعيه ونص عشيرتي سنيه، فما عيب هاي نحكي بالشيعة والسنه، هم ابنائنا، هم ابناء عمومتنا من جميع المحافظات. اذا اجوا ودخلوا شنو غطاء، شنو موافقه؟ هي اساسا عايده الى رئاسه مجلس الوزراء وتحركاتها باوامر من القائد العام للقوات المسلحه. فهذه مجرد مماطلة ست مروة لا أكثر تسويها أمريكا لغرض تمدد داعش في العراق في الأنبار والمنطقة. طيب دكتورة هدى، يعني رأيك بهذا الموضوع بالنسبة لموضوع أن يكون هنالك اليوم موافقة لمشاركة القوات الحشد الشعبي تحت مظلة القوات العراقية، يعني هذا التلويح رغم أن وبدأت على هذا الأثر تحركات أو تزامن مع هذه الموافقة تحركات ودخول الحشد الشعبي تحضرا يعني لشن هجوم واسع على محافظة الأنبار لأخذها من تحت سيطرة داعش. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية لك يا عزيزتي ولضيوفك الكرام وأيضا لجميع مشاهدي قناة الرشيد الفضائية. صراحة يعني لنقرأ يعني القرار الأمريكي سابقا ولاحقا يعني في الوقت الحالي مع تأييده للحشد الشعبي، وفي الوقت السابق موقفه السلبي من الحشد الشعبي، هذه المواقف أيضا تزامنت مع وجهات النظر أو الرأي العام الذي حاول أن يخلقه هناك فرق ما بين اللوبيات التي تحاول الوصول إلى أمريكا وتقدم وجهة نظر مغلوطة وغير حقيقية عن الواقع العراقي، تحاول أن تشوه سمعة الحشد الشعبي، تحاول أن هناك الكثير من الشخصيات التي ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكي تقدم نفسها على أساس أنها القائد الحقيقي لما موجود في الأنبار وفي محافظاتنا اليوم المحتلة، ولكن الحقيقة وهذه بعض الانهيارات التي حدثت ربما في أماكن متعددة والأصوات الحقيقية لقادة الميدان الحقيقيين هي التي غيرت المعادلة. اليوم الحشد الشعبي لا يمكن لأحد أن ينكر دور الحشد الشعبي مع دور القوات المسلحة العراقية هي الاثنان، بعدم وجود أي طرف من هذه الأطراف لا يمكن أن تحسم أي معركة في العراق. لهذا نعتقد أيضا أن حتى الرأي العام الأمريكي كان أيضا متعثرا ما بين هذين الصوتين، ولكن نعتقد أن بالنهاية متطلبات المعركة، ما يحدث على أرض الواقع، القرار الذي خرج من مجلس محافظة الأنبار، أيضا الذهاب رئيس الوزراء السيد حيدر العبادي وشرح مفصل عن مجمل الوضع وعن تابعية الحشد الشعبي إلى رئاسة مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، نعتقد أنها بالمجمل فضلا طبعا عن القرار الذي اتخذ بالبرلمان لرفض هذا القرار الذي صدر من الكونغرس وأيضا يعني حدث فيه تعديل في مفرداته، نعتقد أنها بالمجمل ربما تكون قد أزاحت الكثير من الاختلال في وجهة النظر عن الواقع العراقي. نعتقد اليوم ان ما يجري اليوم خصوصا مع ما حدث في الرمادي والسقوط هذا المفاجئ لمحافظة الرمادي، وايضا تحركات رجال العشائر الموجودين على ارض الواقع وليس رجال العشائر الذين يقاتلون من الفنادق ومن خارج العراق ويدعون انهم يمثلون الاشخاص الذين يقتلون ويذبحون يوميا في مناطقنا العزيزة، نعتقد ان هذه بداية النهاية الحقيقية لداعش. مثل ما قلنا ان داعش هو يعني ليس بالكبر الذي يحاول البعض ان يصوره، ان داعش عبارة عن مجموعات وعبارة عن عصابات من السهل القضاء عليها. طيب هذه المجموعات اثرت على انسحاب القوات الأمنية، ترك اسلحتهم المعدات، كانت هناك مواقف وسائل اعلام تركت هذا الانطباع بان يكون هناك تخوف كبير من داعش.
في الحالتين أعتقد أن المشكلة الحقيقية ليست في داعش، المشكلة الحقيقية أننا ما زلنا في العراق على مستوى القرار الأمني، وحتى على مستوى يعني أغلب السياسيين لا يوجد هناك اتفاق حقيقي. كلنا يعني متأكدين أن لدينا عدو واحد هو داعش، ولكن المشكلة أننا اختلفنا في آليات مقاتلة داعش. هذا الاختلاف هو الذي يسبب الهنات هنا وهناك. عندما يكون لك مشكلة كان لدينا في مرحلة سابقة تنسيق ما بين القوات الأمنية والحشد الشعبي، في مرحلة لاحقة أيضا التنسيق مع أبناء العشائر، وقلنا أن الحشد الشعبي حتى لو دخل الحشد الشعبي والقوات الأمنية وحتى مع دعم كل الدول، إذا لم يكن هناك مساندة حقيقية من أبناء العشائر في داخل المنطقة، لأن أهل مكة أدرى بشعابها، سوف لن يكون هناك نصر حقيقي من الممكن أن نحققه. لذلك أعتقد أن الفرقة الحقيقية في الرأي داخل معظم يعني معظم العملية السياسية والكيانات السياسية هي التي قد يعني قد أعطت لداعش هذه الفرصة، وربما أيضا أعطتها الفرصة في تحقيق بعض الانتصارات هنا أو هناك. ولكن هذا لا يمنع أن ما زلنا نعتقد أن داعش هي قوة يعني أضعف مما يصور لها. مع الأسف أيضا وسائل الإعلام الداعشي ما زالت تؤثر نفسيا حتى على المواطن العراقي بشكل ربما أكبر مما استطاعت أن تؤثره الدولة العراقية أو الماكينة الأمنية الإعلامية العراقية. ما زال هناك تفاوت في مسألة الإعلام وفي مدى التأثير على المواطن، لكن مثل ما قلت إن الأساس لمحاربة داعش هو أن يكون لنا موقف واحد وكلمة واحدة، غير هذا سوف نمنى بالكثير من الانتصارات وسوف لن يكون هناك نصر حقيقي من الممكن أن يحقق. طيب نعود ننضم إلى معنا الخبير القانوني علي التمر. أستاذ علي، بالنسبة للموضوع القرار الأمريكي أو الدعم الأمريكي بمساندة قوات الحشد الشعبي بأن تكون تحت مظلة يعني القوات العراقية اليوم، برأيك هل القرارات، وهو سابقا كان هناك يعني اعترف بأنهم يعودون بشكل رسمي إلى الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة، تعتقد أن الأوراق الرسمية أو التي تصدر الكتب الرسمية من قبل الحكومة العراقية تحتاج إلى دعم أمريكي لتفعيلها على أرض الواقع؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أتقدم بالشكر لقناة الرشيد الفضائية المتميزة عن باقي القنوات والحيادية، والشكر موصول إلى الست مروة المقدمة الرائعة والضيفيك الكريمين ولا مشاهدين القناة المحترمين. الحشد الشعبي هي مؤسسة تابعة إلى رئاسة الوزراء تحت لواء القائد العام للقوات المسلحة، هذا فشيء مسلم به ومعترف به حقيقة وواقعا. نعم. إنما الحجج الأمريكية بأن وافقت أو ما وافقت هذا لا يعود للأمريكان، لأن هم سبق أن تنصلوا من جميع التزاماتهم من ضمنها التزامات التسليح، فطلب أهالي الأنبار وشيوخها والقادات والقادة السياسيين الموجودين والمحليين بمحافظة الأنبار، وطلب من السيد رئيس الوزراء لإشراك الحشد الشعبي هو ضرورة وليس ينتظر أي موافقة من أي جهة، لأن أهل مكة أعلم بشعابها، نحن نعرف من ما تتطلبه المرحلة وما تتطلبه تلك المنطقة. الحشد الشعبي أثبت انتصاراته، أثبت بأن هو الفاصل في جميع المحارك، أثبت بأن هو ذو ممارسة وذو تطاول ويا العصابات الداعشية، وأصبح أصبح اسمه رعب، يرعب الحشد يعني العصابات داعش. يعني أنت مجرد أن تذكر للعصابات داعش بأن الحشد الشعبي سيشترك بأي ما أي معركة، الحشد العصابات داعش ستعيد ترتيب أوراقها، تحاول بأي طريقة وبأي وسيلة بأن تخرج. طيب من المأزق اللي حاولت معرفة ماذا يؤثر الدعم الأمريكي اليوم أو الموافقة المعلنة اليوم بمشاركة الحشد الشعبي، أثرها أبعادها هل هي تؤثر اليوم على الواقع العمليات العسكرية برأيك؟ نعم، هي تؤثر من حيث النتيجة باعتبار بأن لا يظل حجة على القوات الأمريكية بأن لا تجهز الجيش العراقي أو الحكومة العراقية بالأسلحة، بحجة بأن هناك قوات دخلت في معارك وهي غير موافق عليها، أعطتها الصلاحية حتى تلزم نفسها بالتجهيز وتلزم نفسها بما وعدت فيه. طيب سيادة الشيخ، رأيك بالتصريحات الأخيرة التي خصت جلسة مجلس النواب بشأن التباحث في أوضاع الرمادي وما وصل إليه من تحديات عسكرية وكذلك إعادة النظر بالخطط الأمنية، رأيكم بهذه المطالبات أو التوصيات التي تخرج من مجلس النواب؟ حقيقة
سنة كاملة يعني قاعد يمي الدكتورة. فمرات مرات شوي أزعل على البرلمانيين وأخرج عن ال، لأنه دائما أقول أنا ما عندي حارس على لساني، لأنه كلمة الحق دائما أقولها بوجه أي من ما يقبل الحق. أعضاء البرلمان لنا عتب كبير عليهم، القرار عندما يدخل عندهم يعني يبطئوه، ينطوه شهور، ينطوه فترة طويلة، فترة زمنية كلش كبيرة، بحيث المريض يخلونه يظل نايم على السدية، لو لحق علي ندفنه، لو ما لحق علي ندفنه. الأنبار هسه يحتاج لها قرار من السياسيين، وأخص بالذكر سياسيين الأنبار ووزراء البقية، عندما يشوفون البرلمانيين من الكتل الأخرى، أنه مثل ما تفضلت الدكتورة والأستاذ الخبير، أنه أهل مكة أدرى بشعابه، عندما يشوفون أهل الأنبار سياسيين الأنبار محروق دمهم على قضية يريد يحققون هدف لمصلحة الأنبار، راح هم يأيدوهم. بس إذا شوفوهم هم مثلا حيشاهم، هم أجل لهم الاحترام والتقدير، يأخرون القرار اعتيادي. راح احنا نطالب البرلمان سرعة اصدار القرار، بالاخص القرارات اللي تتطلب الحالات الانسانية اللي هي مقاتلة داعش والنازحين والامور الاخرى. نريد منهم سرعة القرار، يعني عند ما يشوف حالة مثلا اليوم يريد يجتمع البرلمان من اجل اصدار قرار بحق المجرم داعش، لازم ما يقول لا، ما ينتظر اسابيعه، لا بكرة الساعة كذا أريد أن نسوي جلسة بخصوص وأعلنها على التلفزيون وأصدر قراري فوري وأرفعها إلى الجهات ذات العلاقة، كأن تكون رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء. طيب، وأيضا موضوع تعزيز القدرات الأمنية وكذلك موضوع المؤسسات الأمنية والتسليح، طالبوا هذا الأمر، إلى ماذا يمكن أن يؤثر هذا الأمر بالنسبة مواقفهم بالنسبة لمجلس النواب وهي جهة تشريعية ورقابية؟ لا، هسه إحنا بالنسبة لنا رئاسة الوزارات الرئاسات الثلاثة، نعم، رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، إذا أقر أي قرار البرلمان فهم تكون الإجابة سريعة. عندما نروح احنا عندما رحنا إلى مثلا فخامة رئيس الجمهورية، من نقول له على موضوع يقول إذا قرر البرلمان أنا ما عندي مانع، من نقول لدولة رئيس الوزراء على أمر معين يقول إذا يقرر البرلمان أنا ما عندي. إذن أصبح الآن الكرة في ملعب البرلمان، نعم، عندما يقررون القرار ويرفعونه ذاك الوقت هم ما شاء الله هم صوت الشعب. طيب، هم صوت الشعب، يطلع على التلفزيون الدكتورة وغيرها تقول احنا بالتاريخ الكذا الفلاني احنا صدرنا هيك قرار، وينكم يا وزارة الدفاع، وينكم يا وزارة الداخلية، وينكم يا رئاسة الجمهورية على تنفيذ هذا القرار. نعم، فيهمنا كثير قرار البرلماني. طيب دكتورة هدى، هناك يعني بعض التخوفات بدأت تحصل في موضوع التركيز على عمليات الأنبار ومحاربتها، والخوف من عودة فقدان مناطق كما حصل في يعني احكام السيطرة عليها بعد احكام السيطرة في تكريت وديالة. تعقيبكم على هذا الموضوع، خصوصا أنه في حالة كان هناك تركيز على تحرير محافظة صلاح الدين، فقدنا جزء كبير في محافظة الأنبار، هذه التخوفات إلى مدى صحيتها اليوم على الواقع؟ طبعا اسمح لي بداية أن أعلق، يعني ربما طرح سؤال عن أهمية البعد الدولي في مجمل القضية العراقية. أعتقد أن أهمية البعد الدولي ممكن أن نقرأ من خلال ثلاثة محاور. القضية الأولى أن اليوم محاربتنا لداعش هي ليست فقط هم عراقي، وإنما داعش والإرهاب أصبح يعني أزمة ومشكلة عالمية، من الممكن إذا لم تحارب في العراق تمتد لكل الدول، سواء دول الإقليم أو دول العالم، وبالتالي هذا مسؤوليتهم وواجبهم بمساعدة الشعب العراقي. المسألة الثانية، تعلمين أن العراق هو بحاجة إلى دعم، ليس بحاجة إلى دعم بري، وإنما هو بحاجة إلى دعم لوجستي. هذا الدعم اللوجستي بالأسلحة، بالاستخبار، بالمعلومات الاستخباراتية، وهذه نحن بحاجة إلى التحالف الدولي لتقديمها. المحور الثالث، وهذا ما يؤسف له مع الأسف بالحالة العراقية،
ان بعض السياسيين العراقيين اليوم يعني يمتهنون مساله مدى التاثير بالراي العام تاثيرا سلبيا ينعكس ايضا انعكاسات سلبيه حتى على من يمثلهم في الشارع العراقي. لهذا نعتقد ان ضبط الايقاع ما بين وحده الكلمه العراقيه والموقف الدولي سوف يساعدنا كثيرا بالخلاص من هذه الازمه التي نمر بها. نعود على مسألة سقوط الأنبار. ربما الجلسة التي حدثت يوم أمس في البرلمان العراقي كانت لمناقشة هذا الموضوع. نحن البعض وربما يشاركنا البعض الكثير نحن لا نرى هناك الكثير من الملامح التي من الممكن أن تؤدي إلى سقوط الأنبار بهذه الطريقة. النقاش كانت تصدير قرارات أو اتفاق على توصيات تعزيز قدرات تسليح الجيش العراقي وإعادة الخطط الأمنية. لماذا لا تصدر قرارات؟ لماذا نهاية كل جلسة تكون هناك نقاشات فقط وتوصيات دون أن تفعل بقرارات؟ بالنتيجة يعني لا اليوم تعلمين نحن في حالة أشبه بحالة طوارئ ونحن في حالة حرب. القائد العام للقوات المسلحة قد اجتمع البرلمان منذ بداية الأزمة وخوله بالكثير من الأمور، ربما من أهمها مسألة التسليح وتعدد موارد التسليح وأيضا الكثير من التسهيلات اليوم مقدمة لرئاسة الوزراء العراقية ولا تحتاج حتى إلى الرجوع إلى البرلمان إلا في المسائل التي تحتاج بها إلى الرجوع إلى البرلمان. جلسة يوم أمس كانت لمناقشة الأسباب. نحن تعلمين أن البرلمان هو بالنتيجة يعني جهة تشريعية ورقابية، وبالتالي هي عندما تفوض رئيس الوزراء مسألة التعامل مع الحالة الحربية بالنتيجة هو التفويض، وإن كان يعني هو يمتلك جميع الصلاحيات لكن بالنتيجة نواب الشعب يجب أن يراقبون. عندما تسقط لدينا محافظة كاملة فبالتالي من حق البرلمان اليوم أن يستدعي القادة الأمنيين ويتساءل عن أسباب هذا السقوط، أين هي الإخفاقات، ما هي حتى الأشياء التي اليوم القوات الأمنية العراقية بحاجة إليها من مختلف المؤسسات الأخرى. بهذا الاتجاه كان، وإلا عندما نتحدث عن التفويض فالتفويض معطى للقائد العام للقوات المسلحة. أيضا تعلمين أن معظم الحركة التي تمت في المرحلة السابقة هي بتفويض من البرلمان، وأيضا بحركة تعلمين أن اليوم نحن لسنا ربما حتى قد أختلف مع الشيخ كثير من الأمور لا نحتاج إليها العودة إلى البرلمان إلا في مسألة المراقبة، إلا ما يحتاج إلى فعلا تصديقات حقيقية من الجانب التشريعي، وإلا أغلب الأمور هي مخولة إلى القائد العام للقوات المسلحة، وباعتباره في حالة الطوارئ هو الذي له الرأي الأوفر أو الرأي الأكبر. ربما هو عندما تكون لديه خطة أو بحاجة إلى إسناد من الجانب التشريعي. أعتقد أن على العكس يمكن هذا البرلمان إذا أردنا أن نقارن مع الدورات السابقة صراحة فهو ربما الأكثر حركة، الأكثر دراماتيكية، الأكثر تفاعلا مع الأحداث ربما من البرلمانات السابقة التي كانت مسألة عدم الثقة، مسألة المناكفات فيما بين الكتل السياسية عطلت الكثير من دوره. طيب بالنسبة للسؤال لموضوع التخوف اليوم الحاصل من شأن عودة أو يعني الانشغال الكبير بعمليات تحرير الأنبار، ممكن أن يكون هناك تأثير بعودة فقدان السيطرة في بعض المناطق التي احكمت السيطرة القوات العراقية عليها في تسكريت وديالة؟ بالتأكيد عندما نتحدث اليوم عن الأنبار نتحدث عن حدود يعني أطراف بغداد، نتحدث عن كربلاء. الأنبار إذا سقطت اليوم هذه كل هذه المناطق التي هي محاذية للأنبار سوف تكون في خطر، وهذا أيضا نحن يعني نشارك الجميع اليوم في كتلة المواطن وحتى جلسة الأمس البارحة نعتقد أن مسألة اليوم يجب أن نراجع حتى يعني حتى العملية العسكرية برمتها. ربما في الفترة السابقة كان يتم هناك عملية تحرير ومن ثم ترك للأراضي وهذا أدى إلى عمليات كر وفر. ربما تجدين سمعنا بالكثير من المناطق اليوم تكون تحت سيطرة داعش، اليوم الآخر تكون تحت سيطرة القوات العراقية. نعتقد أننا بحاجة ليس فقط إلى تحرير المناطق وإنما إلى مسك الأرض. هذا أيضا مسألة جدا مهمة، وأعتقد نشاطرك التخوف بأن مسألة إذا سقطت الأنبار وهي تمثل هذه الحدود مع بغداد، مع كربلاء، مع الحلة، مع الكثير من المحافظات العراقية التي ربما أعطينا الكثير من أجل تحريرها، من أجل مسك الأرض فيها، فعلا هي مسألة جدا مهمة، مسألة خطيرة. طيب، مسألة يجب الانتباه إليها بالمستقبل. طيب نعود للانضمام معنا الخبير القانوني علي التمر. يعني أستاذ علي، موضوع يعني هناك تحميل وانتقادات كثيرة للحكومة العراقية بعد ما حصل في سقوط الأنبار وانسحاب الجيش، كذلك لاحقتها انتقادات كثيرة بشأن التعامل مع النازحين الأنبار ووقوفهم لأيام طويلة لانتظار الدخول الكفيلة عبر جسر بزيبز.
ما حصل بالأنبار هي انتكاسة وليس سقوط، انتكاسة مرحلية في مرحلة معينة. دائما القوات العسكرية تمر بانتكاسات لسوء التخطيط لسوء التسليح، لأن الحكومة العراقية تداركت هذا الأمر وأعلنت عن تجهيز القوات العراقية والأبناء العشائر في المناطق ببيان صدر من القائد العام للقوات المسلحة بتجهيز القوات العسكرية بالسلاح في منطقة الحبانية والقادية، هي من ضمن مناطق الأنبار اللي هي أساس محوري لتقدم القوات العسكرية بعد أن سمح للحشد الشعبي بالدخول وإحاطة مدينة الرمادي من كل الجوانب، إضافة إلى أن السلاح الجو العراقي بشكل مؤثر جدا، وإحنا نشكرهم ونثني على أيديهم بمعالجة تلك الأوكار اللي موجودة، إلا أن الأهالي كونهم هم الجهة الأضعف بالمدينة وبالمحافظة، أهالي أطفال ونساء، فمن حقهم الصوت والهجومات الداعشية والأخبار والإعلام المشوه اللي يعني أوضح صورة داعش الحقيقية بصورتها الدموية. اضطر أهالي الأنبار إلى النزوح والاتجاه إلى مناطق أكثر أمنا عن طريق الجسر المؤدي إلى بغداد وهو جسر بزيبس. المرحلة تتطلب يعني أعداد هائلة والإمكانيات بسيطة، لأن مساعي الحكومة العراقية وحسب ما سمعنا آخرا بين سماح بدون كفيل، يعني لا هناك عقبات بس معالجتها بهذه الصورة السريعة تكون الحكومة مشكورة على هذا الاتخاذ. طيب القرار. نعود إليك لاحقا سيادة الشيخ، اليوم هناك انتقادات حتى أو تبريرات ظهرت من مسؤولين عن حقوق الإنسان بالنسبة للتعامل مع النازحين في على جسر بزيبس، عملية دخولهم الكفيل وكذلك آلية المتبعة من قبل الحكومة، تعليقكم على هذه التصريحات وكيفية التعامل مع تلك العوائل؟ بالنسبة لل كان تقصير وعاتبنا به احنا بالبداية الحكومة انه هذه العوائل ما جت منك بطرا، هذه تضايقت، والدليل انا المتحدث امامك لا زال هسه اخواني عائلتين وعمي في جسر بزيبس. استحي انا من نفسي كقائد وكشيخ انه اروح اجيبهم وعوف هاي العوائل. انا البارحه طالع للطيفيه، اول بارحه طالع ايضا للسمه ادخل عوائل والناشد الدوله على هذا الشيء. في كل محافظات العراق زين وشير. اما بالنسبه للارهاب فهي منظمه دوليه تقودها ناس مجرمين اكثر منها، يعني وراها دول كبرى. نعم. ما معقولة ما عندهم ناس في بغداد، ما معقولة ما عندهم خلايا في بغداد. زين هذا اليوم أني الدكتورة تجي هي سكن بغداد تجي تتكفلني تدخلني. زين إذا جد داعش منك مهم أكو داعش هنا هم عنده خلية نايمة هم يروح يتكفله. هذا مو نظام إنه الكفيل وإنه هذا شلون أفرق الداعشي وشلون أفرق لا. احنا عندنا ما شاء الله على حكومتنا هسه اجهزه متطوره، عندنا حاسبات، عندنا امور اخرى، اجهز حاسبات على الـ على الـ على جسر بزيبز او على اليوسفيه او على الاماكن الاخرى، واخذ معلومات عن الشخص. انت الشيخ احمد عبد الله البيلاوي منين جاي؟ من الرمادي. وين رايح؟ رايح اني اقعد بالمنصور. وين تقعد بالمنصور؟ اقعد بالمنصور بمحلة وزقاق ودار، وأنت رقم تليفوني. أكو جهات أخرى يدخل ضمن نظام الحاسوب، أما بيانات. أما هو الحامي الله الداعشي اللي يريد هلاك العراق، اللي يريد هلاك الأنبار، نفسه يريد هلاك بغداد ويريد هلاك كربلاء المقدسة ويريد هلاك البصرة وما أشبه ذلك، واللي يريد اللي غيرته دافعته ومحافظ يريد يحافظ ومحافظ على أرضه وعرضه، فهذا ما يسمح لأنه يروح يعبث. وهذا حقيقة يعني أربكنا، عندنا عوائل ماتت بالصحراء يعني بالعاملية. نعم. عندنا عوائل ماتت على بزيبز ويشهدون بها قيادة عمليات بغداد،
عندنا ناس تأذت من هؤلاء، هم أبناء بغداد وهم أبناء كربلاء وهم أبناء النجف. فأني أناشد من خلال قناتكم أنه تنزل المعلومات الحقيقية الدقيقة والبيانات على حاسوب ويسهلون أمر، لأنه هذا مضطر. والله أنا عندي واحد قسما بالله من أخوتي قال والله هسه حاليا بالخالدية، وأنا على اتصال الآن، شيوخ اتصلت بيهم الصبح، اتصلت بالشيخ خالد العواد وبالشيخ أبو باسم الملحمي والشيخ محمد والشيخ غسان اجى قبل 3 ايام، والشيخ عارف اتصلت، لا زال على اتصال ولا زال ابنائنا هناك. احنا ما جينا هيك، احنا مكلفين بواجب لاعداد خطه هنا في بغداد، جينا لاعداد خطه للهجوم حتى ننطلق مع الجيش للهجوم ان شاء الله من عده محاور للقضاء على داعش. وداعش حتى ازيدك جنابك علم والمشاهدين، ثق بالله داعش جبان، الطرق اللي يستخدمها هي طرق لا يرضاها التاريخ ولا يرضاها الإسلام ولا ترضاها جميع المعتقدات، هو التفجير والتفخيخ وقتل الطفل وقتل والترويع وقتل العجوز والشايب. هذا 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 اسلوبه. ما هو شنو جايته هسه؟ شنو جايته يمنه؟ لا هو منظمة، لا هو معارضة ومدعوم من منظمة دولية، منظمات دولية، أنه إلى حق مجرد منظمة إرهابية دخلت بسوريا عبثت وتدخل بالعراق وتدخل بالدول الأخرى، جميع الدول راح تدخل بيها. طيب. إذا ما حربت بالطرق الصحيحة السلم. طيب. سننتقل إلى المحور الثاني بشأن تسليح العراق. في الوقت الذي تعلن فيه واشنطن أنها بصدد تسريع تسليح عشائر الأنبار، إلى أن تحركات الحكومة العراقية على الصعيد الدولي بشأن التسليح لا يعول على الطرف الأمريكي، لا سيما بعد الكشف عن إمكانية تزويد العراق بالأسلحة من إيران عن طريق الدفع بالآجل، كما أن التسليح والتدريب يتصدر مباحثات العبادي في روسيا. تصدرت الأوضاع في العراق من تطورات ميدانية واستراتيجية الحرب مع تنظيم داعش نقاشات الاجتماع الذي جمع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع مجلس الأمن القومي. أوباما أثنى على قرار الحكومة العراقية فتح باب التطوع للجيش والشرطة لإضافة قوات جديدة وتعزيز القدرات القتالية، وعلى العمل الجاد للحكومة في استعادة مدينة الرمادي التي سقطت بيد داعش. الرئيس الأمريكي شدد على ضرورة الإسراع بتدريب وتسليح العشائر التي تقاتل تنظيم داعش، وحث الحكومة العراقية على اتخاذ خطوات سريعة بهذا الصدد، على الرغم من أن رئيس الوزراء حيدر العبادي قام في وقت سابق بتسليم أسلحة خفيفة إلى أبناء العشائر، إلا أن العديد من الشخصيات العشائرية والسياسية عدت هذه الخطوة بالخجولة بالنظر إلى التفاوت الكبير بين الأسلحة التي يمتلكها داعش والسلاح الذي تم استلامه من قبل العشائر في الأنبار. الاجتماع تناول إمكانية دعم القوات الأمنية العراقية من خلال إرسال المساعدات العسكرية اللازمة، كما أن قرار الحكومة بإشراك الحشد الشعبي في معارك تحرير الأنبار نال استحسان الإدارة الأمريكية لما يمثله من دعم كبير للقوات العراقية، حيث رحبت بأي فصيل مسلح يشارك في المعارك شريطة أن يكون تحت إشراف الحكومة وقيادة العمليات. البيت الأبيض أكد دعمه القوي لرئيس الوزراء حيدر العبادي والتزام الولايات المتحدة بمساندة العراق ضد كافة التحديات. دكتورة هدى، بالنسبة لموضوع تسليح العراق، اليوم تجدين العراق التعامل مع ملف التسليح مع هذه التصريحات والمواقف التي تكون بالنسبة لبعض الدول، إن كانت لجوء بالتسليح بالآجل بعض الدول أو انتظار الدفعات التي تأتي من الجانب الأمريكي. تعلمين أن مسألة التسليح هي مسألة مهمة وعاجلة، خصوصا في ظل الظرف الذي يعني يعيشه العراق، وهي مسألة غير قابلة ربما حتى للانتظار وللتأجيل. مع الأسف على الرغم من وجود الاتفاقية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى دفع أسعار بعض الأسلحة، لحد الآن لم نستلم كامل الأسلحة التي ربما تعاقدنا عليها في وقت سابق، فما بالك بالأسلحة التي نتعاقد عليها حاليا. بالتالي في ظل هذه الظروف مسألة تعدد مصادر الأسلحة هي مسألة جدا مهمة، خصوصا أنه تعلمين
الدين، يعني ربما كل المرحلة السابقة لا ينكر أحد أن تعدد مصادر الأسلحة وحتى ربما دخول الجمهورية الإسلامية وتزويدها لنا بالكثير من الأسلحة قد مكنتنا في الكثير من المواقع من إسناد الجيش العراقي، من المضي بعملية مقاتلة داعش. وهذه معركة والمعركة لا تنتظر، وأنت بحاجة إلى أسلحة، ولطرف هو يمتلك أسلحة متطورة، بالتالي أنت يجب أن على الأقل أن نمتلك أسلحة إذا لم تكن مساوية للتطور فالمفروض أن تكون يعني أكثر تطورا من 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 أسلحة يعني هذه العصابات التي تقاتليها. لذلك نعتقد أن تحركات رئيس مجلس الوزراء السيد حيدر العبادي هي بالاتجاه الصحيح، نحن أيضا داعمين لها، بالتالي نحن في حالة حرب. التحالف الدولي هو تحت المظلة الأمريكية ولكن هو يضم أيضا مجموعة من الدول التي تمتلك تقنيات الأسلحة، وبالتالي يعني من الممكن من أي جهة من الجهات توفر لنا السلاح في هذا التوقيت. نحن لا ننتظر أحد، وإنما المسألة هي بحاجة إلى السرعة وليس بحاجة إلى الانتظار. ملتزم باتفاقات دولية ولا يقدر، أو حتى الدول التي يطالب منها بالتسليح لديها التزامات دولية لا يمكن يعني تجاوزها في حال السقف للتسليح من ناحية الأسلحة الثقيلة أو الأسلحة يمكن أن تزود بها العراق. من ناحية الاتفاقية تعلمين أننا لا نمتلك اتفاقية سوى الاتفاقية الاستراتيجية مع الولايات الدول التي يلجأ إليها العراق. بالتأكيد يعني تعلمين أن عملية شراء الأسلحة وهذه هي تخضع يعني لمقاييس عالمية لمعايير عالمية، وبالتالي المفاوض العراقي عندما يذهب أيضا يذهب ضمن هذه المعايير وضمن هذه المقاييس، بالتالي أي منفذ من المنافذ من الممكن أن نطرقه ونرى إمكانية الحصول على الأسلحة في هذا المجال. أعتقد لا يوجد تعارض يعني كبير بما بين الالتزامات ومسألة الحصول على الأسلحة. طيب نعود لضيفنا عبر الأقمار الصناعية الخبير القانوني علي التمر. أستاذ علي، يعني كيف تجد العراق تحركات حيال التسليحة بشأن الاتفاقيات الموجودة مع الدول سواء الدول الأقليمية أو الجانب الأمريكي أو حتى مع روسيا؟ هناك دائما اتهامات بشأن بطء العراق في التعامل مع ملف التسليح، خصوصا هناك حاجة كثيرة من القطاعات الأمنية حاجة إلى التسليح، لغاية اليوم تفتقر إلى أسلحة تمكنها من مواجهة داعش على الأرض. بالبداية أنا أحب أشير إلى أن اتفاقية اللي مبرمة مع الأمريكان لم توفي الأمريكان بالتزاماتها، خاصة بالطائرات اللي كان ضرورة أن تجهز في موعدها، هي F-16 اللي هي تعتبر يعني ضرورة بالمعركة وتحسم كثير من المواضيع. هذا من باب أول. من باب ثاني، لا تضع بيضك في سلة واحدة، قد يتكسر كل البيض وتنتهي الموضوع. فأنت إذا اعتمدت على جهة واحدة بالتسليح هذا خاطئ، لأن يوضع يعني التسليح يمكن يتأثر بكل علاقات اقتصادية سياسية، خلافات إدارية، خلافات سياسية أيها. فالعراق خيرا فعل بأن اتجه إلى أكثر من محور، أكثر من دولة أو أكثر من قوة للتجهيز. السلاح الروسي هو سلاح خبره الجيش العراقي جيدا، ولديه يعني معلومة وعلمية عنه وكيف يتعامل معه. إضافة إلى أن شروط الدول الروسية أو الدولة الروسية ليس كما كشروط الأمريكان. شروط الأمريكان كانت تعسفية وتعجيزية وأمد طويل تأخذ إلى حين تجهيزها، إنما التعامل ويا روسيا أو بديل روسيا مرنا أكثر وبصورة فعالة وبصورة حقيقية ومباشرة. التعامل مع القوات مع السلاح الإيراني جيد جدا. السلاح الإيراني ممكن أن يدخل للعراق بدون أي عقبات، بدون أي وساطات، بدون أي شيء، وبالآجل. هذا من الضرورات. ثم أن الحالة الملحة اللي موجودة فيها الساحة والحرب هي تتطلب نتنازل عن كثير من الاعتبارات لأجل الوصول إلى تحقيق وتجهيز القوات العراقية والحشد الشعبي وأبناء العشائر لمواجهة داعش. طيب سيادة الشيخ، يعني موضوع العراق اليوم من ناحية التسليح يبدو أن الحكومة العراقية مسيطرة بشكل يعني من ناحية الواقع، تنويع مصادر التسليح ليس على اعتماد على الجانب الأمريكي فقط، هناك روسيا هناك إيران، لكن اليوم لغاية الآن هنالك ضعف في التسليح في القطاعات الأمنية خاصة فيما يخص عشائر الأنبار، وكذلك هناك تساؤل بالنسبة لي المرونة التي أبداها الجانب الأمريكي في تسليح العشائر الأنبار اليوم لم يفعل بشكل جدي، ما السبب برأيك؟
بالنسبة للعراق هو قلب الأمة العربية تقريبا، يعني قلب الشرق الأوسط. إذا ضعف العراق ضعفت جميع الدول. هذه نظرية تعلمها أمريكا وتعلمها جميع الدول الكبرى الأخرى. موضوع السلاح، الآن احنا العراق ضيقات النيابة عن الأمة العربية، وأقوى هجمة موجودة حاليا لهؤلاء المجرمين هو بالعراق، وخصوصا محافظة الأنبار، لأن محافظة الأنبار تمثل نسبة ثلث العراق، ثلث العراق. إذا سقطت الموصل صارت عندهم، مو مشكلة يخلون قيادات وتحول القطاعات بأكملها، لأنه هم استولوا على عندما انهارت الموصل استولوا على الجميع آليات الجيش الموجود هناك. العراق بحاجة إلى سلاح، وسلاح ما يعتمد المفروض من دولة واحدة، لأنه أمريكا مماطلتها، لأنه هي تمثل سياسة استراتيجية ثابتة لها، فلازم يوسعون مثل ما تفضل الأستاذ الخبير، لازم يوسعون على الدول الأخرى، على روسيا. روسيا احنا سلاح معروف عندنا، واغلب كان الدبابات والطيران وهذا اغلبها روسي. نعم. فلازم يسعون، لان احنا الان بحاجه الى سلاح، وفي هذه اللحظه خصوصا بحاجه الى سلاح لدعم المحافظات اللي حاليا بيها الساخنه، اللي بيها عصابات داعش، لانه اذا ضعف العراق مثل ما تفضلت الدكتورة، طيب إذا دخل وضعف العراق، إذا سقطت الأنبار هذه تشكل خطر، لأنه منا بابل ومنا بغداد، وهي هاي الاسم، ماكو بس عملية الفلوجة بقت هنا. إذا لزموا أطراف بابل، يعني لزموا أطراف كربلاء المقدس، وإذا لزموا، وإن شاء الله بعيدة عنهم، لأنه إحنا هاي ما ننطيها إلا على 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 أجسادنا، هذه ما ننطيها. بس شو نريد مقابل هذا؟ انه يجهزوننا بالسلاح الحقيقي اللي جابه داعش. احنا قاتلنا داعش بال 2006، بس ما كان عنده هذا 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 التطور وهذه التكنولوجيا. قاتلناه ودحرناه وهزمناه. الان ما نطلب احنا من الدوله انه يدعموننا بالسلاح والقوات المسلحة تعزز مع داعش. ماذا عن القرارات الامريكية التي جاءت على انه تسليح مباشر بالنسبة لعشائر الانبار لمواجهة داعش؟ اليوم تابعتكم هذا الملف، لديكم جهات أكيد لمتابعة هذا الخط الذي مد من قبل الجانب الأمريكي إلى العشائر. ست مروة، أنت راح تخربين علاقتي يعني ويا السياسيين. الله لا يبارك بأمريكا، عمي هذه ما تسلح، هذه ما تسلح أمريكا، مجرد تخدير أعصاب، دعايات كانت، بس مجرد دعايات. ليش هو من يطلع رئيس امريكا ويقول داعش يستمر من سنه الى ثلاث سنوات، شو نزلت عليه نبوءه؟ يتنبأ هو لو ولدهم ويندلونهم وين؟ هسه اذا تمشي القطه البزونه بالهذا، هم بالتكنولوجيا مالتهم يندلوها، ما يندلون هذا السلاح اللي الدبابات هذه تفتر بالصحراء، الصحراء دي اسمه، والله هسه نسلحكم وشويه نسلحكم، اللي يروح من الجيش هو من الجانب الثاني، من اهلنا الشيعة ومن المسيح ومن الصابئة ومن الغير، واللي يروح من الغربيه هو من اهلنا السنه، وهاي متونسه امريكا انه القضاء على اكبر عدد من العراقيين، لان العراق شوكه في عين كل من يريد العبث بالعراق وحتى بالأمة العربية. طيب دكتورة هدى، يعني اليوم هناك المباحثات التي أخذتها في التصريحات الإعلامية المباحثات العبادي مع الجانب الروسي مختصة في موضوع التسليح والتدريب، يعني ليس هناك طلب أو عقد صفقة مبرمة، وهناك حاجة كبيرة للعراق اليوم بمسألة التسليح،
فما الذي يمكن أن يختلف في هذه الزيارة عن الزيارة السابقة التي قام العبادي إلى الجانب الأمريكي مع أوباما؟ وكانت هنالك أيضا كانت تصدر لبحث الملفات السياسية أو الأسلحة والتدريب العسكري، ولم تأتي إلى هنالك إلا الدعم بالنسبة لمشكلة النازحين. اليوم هناك كيف نعول على هذه المباحثات مع الجانب الروسي؟ طبعا اسمحي لي انه يعني بالحديث عن مساله التسلح وتنوعه ومصادر التسلح، اكو بعض الحقائق يعني خليها على طاوله النقاش، يمكن حتى المواطن ايضا هو بحاجه الى معرفتها. مساله من نتحدث عن التسلح، اكو فرق بين اليوم يعني رئيس مجلس الوزراء يسعى للتسلح وبين ان يحصل على التسلح. تعلمين انه مجرد السعي، يعني مو اليوم السيد رئيس مجلس الوزراء راح روسيا ثاني يوم راح تلقى الطيارات جايبت لنا كل الاسلحه اللي احنا نحتاجها للمعركة. هذه اتفاقيات ويعني مسائل ليست من السهولة بمكان، وتأخذ الوقت الطويل في مسألة الاتفاقيات، نوع التسليح، التكنولوجيا التي من الممكن أن يقدموها لنا. هذه مسألة جدا مهمة، لهذا السرعة في هذا الوقت، قد نحن بحاجة إلى السرعة، ولكن الدول العظمى تعلمين أن لها آلياتها التي لا يمكن أن تتجاوزها. ستختصر لنا يعني الفترة ممكن، لكن بالنتيجة هي أكو فترة احنا لازم ننتظرها. المسألة الثانية أيضا تعدد المصادر. بالفعل تعدد المصادر يعني ما يخلي القرار السياسي العراقي اليوم مو رهين جهة معينة، وبالتالي يفتح لك الآفاق يعني السبل، خصوصا حتى في مسألة المجتمع الدولي اليوم. لكن أيضا بالمقابل له سلبية وإن كانت أيضا صغيرة، ولكن هذه السلبية أنه تعدد المصادر أيضا فيه الكثير من المشاكل. تعلمين هذا الصراع ما بين شركات الأسلحة وما بين القوى العظمى أيضا قد ينعكس على الدولة التي تعدد مصادر أسلحتها بين الدولة التي تعتمد على مصدر واحد، وإن كنت أنا مع التعددية. أيضا مسألة الأسلحة الخفيفة والثقيلة، تحدثت عن اليوم ذهب السيد العبادي وتحدث متى نجد هذه الأسلحة تصل إلى العشائر. هنا يجب أن نفرق، عندما نذهب إلى التسليح ونبحث عن تسليح ثقيل وأجهزة متطورة أكثر من يعني أكثر من العدو الذي نقابله اليوم، هذه الأسلحة المتطورة عند يعني وصولها للعراق بيد من تكون؟ المبدأ الأساس أن الأسلحة الثقيلة والمتطورة هي بيد الأجهزة الأمنية العراقية. بالتالي حتى في تجربة الحشد الشعبي، نحن عندما كانت تجربة الحشد، الأسلحة الثقيلة والمتطورة هي بيد القوات الأمنية العراقية، جيش وشرطة ودفاع وكل التشكيلات. ولكن الحشد الشعبي دخل اليوم وكان ساند للقوات الأمنية بمسألة العقيدة التي يمتلكها، بمسألة الاندفاع. بالتالي حتى مسألة التسليح، حتى وإن حصلنا فهذا التسليح واختلافه ما بين قوى وأخرى، هذه أيضا يجب أن نأخذها بنظر الاعتبار. مسألة أيضا ذكرت تسليح المباشر للعشائر، القراءة للنص يعني الولايات المتحدة الأمريكية حتى في صورته الأولى التي رفضت من البرلمان العراقي تشير إلى أن الحكومة العراقية سوف تلجأ إلى تسليح العشائر السنية بصورة مباشرة في حالة إخفاق الحكومة في تسليحها بصورة يعني عن طريق الحكومة العراقية. وأيضا أعطت أمدا زمنيا اللي هو كان يعني على ما أذكر 6 أشهر. وبالتالي حتى الحكومة الأمريكية عندما تحدثت عن تسليح العشائر تحدثت عن تسليحها في حالة عجز الحكومة العراقية، وهذا نحن يعني في وقتها وإعطاء بالتالي نسبة للعشائر السنية ونسبة للأكراد وهكذا، وهذا ما اعترضنا عليه. بالتالي حتى مسألة تسليح العشائر بصورة مباشرة هو أيضا خاضع لفترة زمنية، وإن كان القرار قد رفض يعني جملة وتفصيلة، ونحن لا نقبل بأي يعني ممر لدخول الأسلحة أو الاتفاقيات الاستراتيجية سوى الحكومة العراقية. أعتقد أنه هذه الأمور أيضا يجب أن نأخذها بنظر الاعتبار ونحن نناقش مسألة التسليح، لكي يعني لا يذهب ربما نذهب بتصوراتنا بعيدا، ولكي نكون أقرب للواقعية بهذا المجال. طيب نعود إلى الانضمام إلى عبر الأقمار الصناعية الخبير القانوني علي تمر. أستاذ علي، بالنسبة لموضوع أن يكون هنالك التسليح، يعني حسب المعطيات الموجودة اليوم هناك تحتاج أوقات كثيرة سواء مع الجانب الأمريكي أو الروسي بضمن الاتفاقية لتسليح العراق. يعني يبدو أمام العراق الآن سوى جانب سهل ومرن سوى الجانب الإيراني، خصوصا هناك الدفع بالآجل وليس هناك التزامات مالية مفروضة على العراق بظل أزمته المالية. تعليقك على هذا الأمر بشكل مختصر. نعم، الحكومة الإيرانية مشكورة يعني وافقت على تجهيز العراق بالآجل، وهذا يعني دين ممكن في يوم من الأيام أن نعيد إليها للإخوان أو جارتنا إيران بموقفها هذا السليم الذي يعني لا يمكن واحد ينكره، هذا أولا.
الموافقات الأمريكية على التجهيز العراقية لم تكن يعني في حالة حقيقية أو في حالة صحية أبدا. هي وعدت العراقيين بتجهيزها، وبنفس الوقت وبنفس التوقيت وعدت إسرائيل بتزويدها بأسلحة متطورة توجه بأشعة الليزر، ووعدت السعودية كذلك بنفس الوقت الذي وعدت بها العراق بتجهيز السعودية بمعدات متطورة. إذن أمريكا تبحث عن مصلحتها، فالعراق خير فعل بين عدد يعني تعدد في تسليح قواته واتجه لأكثر من محور. هذا من باب الاتفاقيات الدولية اللي أشارت إليها ضيفتك الكريم. الاتفاقات الدولية والمعاهدات الدولية هناك تعديل من مجلس الوزراء من رئاسة البرلمان بتعديل آلية التعاقد وجعلها أقل روتينيا وأقل يعني إعطائها مجالا أضيق من الروتين الذي هي مرت به بالاتفاقات الدولية وحصرها، وهذا التشريع لم يتم لحد الآن وفي طورها لإعداد وقراره في مجلس النواب. طيب شكرا، كان معنا الخبير القانوني علي التمر. في نهاية الحلقة أشكرك لانضمامك معنا في الساعة الأخيرة، وكان معنا الشيخ أحمد عبد الله الدليمي حتشيخ الأنبار وشيخ عشيرة البوبالي الشامية، وكذلك الدكتورة هدى البهادلي عضو ائتلاف المواطن. مشاهدينا ساعتنا الأخيرة انتهت، على أمل اللقاء بكم في ساعة أخرى نحلل أبرز الأحداث السياسية والأمنية. شكرا لحسن المتابعة.